بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التسجيل خاص لشبكة الكفيف العراقي للمكتبة الصوتية من كتاب تيسير التفسير والتربية الإسلامية، أداء منيرة الدوسري، الوحدة الخامسة، من الصفحة 109 إلى الصفحة 130. الدرس الأول من القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآيات من 1 إلى 25 وآيات الحفظ من 1 إلى 7. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، بل هو شاعر فليأتينا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم. صفحة 110، معاني الكلمات. الكلمة من ذكر، معناها شيء من القرآن. لاهية، معناها مشغلة بالباطل. محدث، معناها جديد إنزاله. أسر النجوى، معناها يحدث بعضهم بعضا سرا بصوت منخفض. أضغاث أحلام، معناها مجرد أخلاط رآها في المنام. افتراه، معناها اختلقه كذبا ولم يوحى إليه. أهل الذكر، معناها أهل المعرفة بالتوراة والإنجيل. جسدا، معناها أي أجسادا آدمية. كتابا فيه ذكركم، معناها قرآنا فيه ما يشرفكم ويذيع صيتكم لأنه بلغكم. قسمنا، معناها أهلكنا. قسمنا، معناها أهلكنا. أحسوا بأسنا، معناها شعروا بظهور العذاب. أترفتم فيه، معناها ما تنعمتم فيه. حصيدا، معناها كالزرع المحصود. خامدين، معناها لا حركة لهم، خدمة أنفسهم فماتوا. المسرفين، معناها المتجاوزين في الظلم والشرك والمعاصي. لهوا، معناها ما يتلهى به من زوجات أو ولد أو غيرهما. من لدنا، معناها من عندنا من الحور العين. نقذف، معناها نرمي بقوة. فيدمغه، معناها يمحقه ويدحضه. زاهق، معناها هالك.
ومن عنده معناها الملائكة. آلهة من الأرض معناها آلهة تتخذ من عناصر الأرض. هم ينشرون معناها هم يحيون الموتى. لفسدتا معناها لاختل نظامهما. الصفحة 111. السؤال الأول: ما المقصود من قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وما سبب تلك الغفلة؟ الجواب: يؤكد الله تعالى اقتراب وقت حساب الناس على أعمالهم، ومع ذلك فالكفار معرضون عن الهدى والاستعداد ليوم الحساب، يعيشون لاهين غافلين عن ذلك اليوم الرهيب. ما هي سبب غفلة الكفار؟ 1- لأن سماعهم للقرآن وما يأتيهم من الوحي الذي فيه عظة وتذكير كان سماعا لعب واستهزاء. 2- قلوبهم ساهية غافلة عن كلام الله، لأنهم كانوا يقولون خفية أن محمدا يدعي الرسالة وهو شخص مثلهم لا يختلف عنهم. 3- كانوا يقولون أن ما جاء به من القرآن سحر، فكيف تتبعونه وأنتم تبصرون أنه هو مثلكم؟ السؤال الثاني: ماذا رد النبي على تكذيب الكفار له وماذا قالوا؟ الجواب: رد النبي قائلا: إن ربي يعلم القول في السماء والأرض، ويعلم ما أسررتم من حديثكم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم، ويعتبر هذا تهديد ووعيد لهم. ثم قال الكفار إنه أخلاط أحلام لا حقيقة لها، وقالوا أيضا إنه اختلاق وكذب وليس وحيا، ومنهم من قال إن محمدا شاعر والذي جاء به هو الشعر، وإن أراد أن نصدقه فليأتينا بمعجزة خارقة كناقة صالح وآيات موسى وعيسى عليهما السلام. السؤال الثالث: قال تعالى فليأتينا بآية كما أرسل الأولون. طلب الكفار من الرسول معجزة مثل الرسل السابقين، فماذا رد الله عليهم؟ الجواب: ما أمنت قبل كفار مكة من قرية طلب أهل المعجزات من رسولهم فتحققت لهم فكذبوا فأهلكناهم. أفيؤمن كفار مكة إذا تحققت لهم المعجزات التي طلبوها؟ كلا، إنهم لا يؤمنون. السؤال الرابع: ما المقصود من قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ الجواب: وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رسل من البشر، ولم نرسل ملائكة، فاسألوا يا كفار مكة أهل العلم بالتوراة والإنجيل. السؤال الخامس: ما المقصود من قوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالديا؟ الجواب: ما جعلنا أولئك المرسلين قبلك يا محمد خارجين عن طباع البشر، لا يأكلون ولا يشربون، بل كانوا كسائر البشر، وما كانوا خالدين لا يموتون، ثم نصرناهم وأهلكنا المكذبين. صفحة 112. سؤال السادس: ما الذي أخبرنا الله تعالى فيه قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ الجواب: أراد الله تعالى أن يخبرنا إن هذا القرآن الذي أنزلناه إليكم فيه عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم به، أفلا تعقلون هذه النعمة العظيمة التي بها فضلناكم على غيركم؟ السؤال السابع: ماذا يعني قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين؟ الجواب: وما أكثر القرى الظالمة التي أهلكناها بكفرهم بآيات الله وتكذيبهم رسله وأوجد بعدهم قوما آخرين. السؤال الثامن: ماذا حل بالكافرين المكذبين لله ورسله في قوله تعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون؟ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الجواب: لما رأى الظالمون عذاب الله الشديد نازلا بهم هربوا من قريتهم مسرعين، فنودي عليهم لا تهربوا وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور لعلكم تسألون عن دنياكم، وهذا على وجه السخرية والاستهزاء بهم. فكان جوابهم اعترافا بجرمهم وقولهم يا هلكنا إن ظلمنا أنفسنا بكفرنا. فما زالوا يكررونها حتى أهلكهم الله بالعذاب وجعلهم كالزرع المحصود خامدين لا حياة فيهم.
السؤال التاسع: ما الحكمة من خلق السماوات والأرض في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين؟ الجواب: ما خلق الله السماء عبثا، إنما خلقها دلالة على قدرته ووحدانيته، ليعتبر الناس ويستدلون بالخلق على وجود الخالق الذي لا تصح العبادة إلا له. السؤال العاشر: ما المقصود من قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين؟ الجواب: لو أراد الله تعالى أن يتخذ لهوا من الولد أو الصاحبة لاتخذه من عنده لا من عندكم، وما كان الله ليفعل ذلك لاستحالة أن يكون له ولد أو صاحبة أو مثيل، فهو أجل وأعظم من اللهو والعبث. السؤال الحادي عشر: ماذا أراد الله تعالى أن يبين للمشركين بهذه الصورة البلاغية الرائعة؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون. الجواب: إن الله تعالى يرمل بالحق المبين فيدحض الباطل فإذا هو ذاهب مضمحل، ولكم العذاب في الآخرة أيها المشركون، موصفكم الله تعالى بغير صفته اللائقة به. الصفحة 113. السؤال 12: بأي شيء خاطب الله المشركين في قوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ الجواب: ولله سبحانه كل من في السماوات والأرض، لا يحصيهم إلا الله، والذين عنده من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يملونها ولا يقصرون فيها كما يستكبر هؤلاء المشركون، فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه؟ فهم في عبادة دائمة ليل نهار، لا يضعفون ولا يسأمون. سؤال 13: ماذا أراد الله تعالى أن يبين لنا في قوله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ الجواب: كيف يصح للمشركين أن يتخذوا آلهة عاجزة من الأرض لا تقدر على أحياء الموتى السؤال 14: ما الدليل على تفرد الله بالخلق والعبادة وعدم وجود آلهة أخرى في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ الجواب: لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله تدبر شؤونها لاختل نظامها ولوقع الاضطراب والفساد، وذلك فقدان التناسق، ولذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فالكون قائم على النظام الواحد، ولو تعددت الآلهة لانعدمت الوحدة التي تنسق نظام الكون الواحد. لذلك تنزه الله رب العرش وتقدس عما يصف الجاحدون الكافرون من وجود الولد والشريك والزوجة. ومن دلائل تفرده بالخلق والعبادة لا يسأل عما يفعل لأنه مالك كل شيء، والمالك يفعل في ملكه ما يريد، ولا ينبغي لأحد أن يعترض على حكم لعدله وحكمته سبحانه، وجميع خلقه يسألون لأنهم عبيده. السؤال 15: ماذا أراد الله تعالى أن يقول لنا وماذا أراد الله من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين في قوله أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون؟ الجواب: هل اتخذ هؤلاء المشركون من غير الله آلهة تنفع وتضر وتحيي وتميت؟ قل لهم أيها الرسول أتوني بالحجة والبرهان على صحة اتخاذ الآلهة من الأصنام ولا سبيل إلى ذلك. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا في القرآن ولا في الكتب السابقة مما ذهبتم إليه، ولئن شرككم إلا جهلا وتقليدا فأنتم معرضون عن الحق. السؤال 16: ما المقصود في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون؟ الجواب: وما أرسلنا من رسول قبلك يا محمد إلا أوحينا إليه أنه لا إله إلا الله فاعبدوه وحده، في التوحيد أساس الدين، وقد بعث الله جميع رسله ليدعو إلى توحيده فأخلصوا العبادة له وحده. الصفحة 114: أبرز ما ترشد إليه الآيات. 1: أن وقت حساب الناس على أعمالهم قد قرب ودنا وهم مستغرقون في مغريات الحياة. 2: أن الكافرين المكذبين يشهدون هلاك الأمم السابقة ولكنهم لا يعتبرون ولا يتعظون.
حتى إذا فاجأهم العذاب رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستعانة فلا يستجاب لهم. لذا يجب على الناس أن تضع الآخرة نصب أعينها وتعمل لها لتنال الجزاء الأوفى. 3- أن خلق السماوات والأرض ليس عبثا ولا باطلا، وإنما هو دلالة على قدرة الله ووحدانيته، ليعتبر الناس ويعلموا أن الذي خلق ذلك لا يشبهه شيء، وهو القدير وهو القوي القادر. 4- إن الله تعالى واحد أحد، ولو كان في الوجود آلهة غير الله لفسد نظام الكون كله، لما يحدث بين الآلهة من الاختلاف والتنازع في الخلق والتدبير. أسئلة المناقشة. السؤال الأول: الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. هذا البيت الشعري يقارب مع ما جاء في السورة الكريمة، أشر إلى المواضع التي قلد الشاعر فيها النص القرآني. جوابه في صفحة 111 في السؤال الأول. السؤال المناقشة الثاني: اكتب قطعة قصيرة لا تزيد على 15 سطرا تبين فيها رأيك في أسباب غفلة بعض الناس عن أن يعملوا للآخرة ويستعدوا لها. جوابه في السؤال الأول صفحة 111. سؤال المناقشة الثالث: كان المشركون يتناجون فيما بينهم سرا بشأن محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، ما الذي كانوا يقولونه خفية، وما الذي ترد به عليهم؟ جوابه في السؤال الثاني صفحة 111. السؤال المناقشة الرابع: قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدهما قوما آخرين. استذكر نماذج من هذه القرى والأقوام التي أهلكها الله سبحانه لأنهم كفروا بآيات الله وكذبوا رسله. جوابه: قوم عاد وقوم صالح وقوم لوط. سؤال المناقشة الخامس: ألا ترى أنه لا يوجد ملكان في بلد واحد ولا رئيسان في دائرة واحدة؟ وإن وجدا، ما الذي سيحدث؟ ولو كان في الوجود آلهة غير الله، ما الذي كان سيحدث؟ جوابه في السؤال 14 صفحة 113. صفحة 115. الدرس الثاني من قصص القرآن: نبأ الفاسق. السؤال الأول: ما هي غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق ومن قائدهم؟ الجواب: كان بني المصطلق قد جمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قائدهم الحارث بن أبي ضرار. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك جهز جيشا فرد عدوانهم وانتصر عليهم وأسلموا. وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنة قائدهم جويرية ليقوي علاقته بهم. سؤال الثاني: من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق لأخذ الزكاة، وما كان فعله؟ الجواب: أرسل إليهم الوليد بن عقبة ليأخذ الصدقات من أغنيائهم فيردها إلى فقرائهم. ولما سمع بقدومه تهيأوا لاستقباله وخرجوا للاحتفاء به، وكان بين الوليد وبين المصطلق حقد قديم وغل موروث، فتصوروا أنهم يبغون به كيدا، فرجع لرسول الله يزعم أن القوم قد ارتدوا عن الإسلام وامتنعوا عن إيتاء الزكاة وأنهم وقعوا في الخطيئة. السؤال الثالث: ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سماع خبر الوليد، وماذا قال بنو المصطلق؟ الجواب: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب معه المسلمون، ثم تهيأ لغزوهم وردهم على أعقابهم، ولكن الخبر وصل إلى بني المصطلق وهم براء مما رماهم به الوليد، فأنفوا وفدا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنما خرجنا إليه لنقتله، لكننا خرجنا إليه لنكرمه ونؤدي إليه الصدقات، فرجع ولم نجده، وإنما ارتددنا عن الإسلام وامتنعنا عن الزكاة وما كفرنا بالله منذ آمنا، ولا انسلخنا من الإسلام منذ دخلنا به. سؤال الرابع في الصفحة 116: ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سماع الحقيقة؟ الجواب: وقف بين خبر الوليد وخبرهم، لا يقضي بأمر ولا يفصل بحكم حتى نزل عليه قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أهم الدروس والعبر: 1-
وجوب التثبت والتأكد من الأخبار وعدم إذاعتها قبل التأكد من صحتها. 2- عدم التسرع في اتخاذ القرارات والأحكام. 3- زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث كان لتوطد علاقته بقومها، وكذلك كانت أغلب زيجاته. أسئلة المناقشة. 1- تكلم عن غزوة رسول الله لبني المصطلق ومن قائدهم. جوابه في السؤال الأول صفحة 115. 2- من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكاة وما كان فعله؟ جوابه في السؤال الثالث صفحة 115. 3- زواج رسول الله. 3- تكلم عن انكشاف أمر الفاسق. جوابه في السؤال الثالث صفحة 115. 4- اذكر الآيات الكريمة التي جاءت بشأن الفاسق. جوابه: أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صفحة 117 من الحديث الشريف. الدرس الثالث: حسن الخلق للشرح والحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنون إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. سؤال الأول: ما البرهان على الإيمان وصحته وكماله؟ الجواب: ليس الإيمان بالادعاء ولا بالتمني ولا بالمظاهر، ولكن بالعمل الذي يؤثر بالفرد وتثمر نتائجه. والبرهان على الإيمان وصحته هو حسن الخلق ولطف المعاملة، أي التعامل مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الدين معاملة، الدين المعاملة. وقال أيضا: الدين حسن الخلق. سؤال ثاني: كيف يكون حسن الخلق من أركان الدين؟ جوابه: لأن الخلق الحسن الذي يكون عليه المؤمن دليل على الإيمان الكامل، وأن الترقي في الحياة يكون بالتماس أفضل السبل نحو السمو الخلقي. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. سؤال الثالث: ما هي الطرق المؤدية إلى الخلق القويم؟ جوابه: 1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا منتهى الخلق الرفيع. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. 2- المحبة والإيثار ونبذ الأنانية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 3- أمر الإسلام بطاعة الوالدين والعطف على الصغير والضعيف. 4- الوصية بالجار والصديق. 5- أداء الأمانات وصيانة الحرمات. 6- الأمر بالعدل. 7- النهي عن الغيبة والنميمة والحسد والنفاق والخصام. صفحة 118. السؤال الرابع: ما هي سمة الإسلام ومراده؟ جوابه: الأخلاق الحميدة. فالمؤمن خلوق، ولا يجتمع الإيمان مع سوء الخلق. وأسوتنا الحسنة وقدوتنا هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي المثال الكامل للإنسانية جمعا، وهو الذي قال في حقه خالقه: وإنك لعلى خلق عظيم. السؤال الخامس: الحديث ينقسم إلى شطرين، هما الوصية بالأخلاق الحسنة والوصية بالنساء، فكيف تكون وصية بالنساء؟ جوابه: شدد الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية بالمرأة في مناسبات عديدة، اعترافا بأهمية المرأة في المجتمع وبناء الأسر. 1- في المرأة ذراع الرجل وساعده، وهي الأم والأخت والزوجة والابنة. 2- الزوجة واجبة الرعاية لأنها الراعية في بيت زوجها وفي أسرتها. 3- الأسرة نواة المجتمع، فالمرأة راعية لنواة المجتمع، وعليها يتوقف تماسك الأسرة بالدرجة الأولى. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. 4- رباط الأسرة هو المودة والرحمة، فيشعر الزوج في كنف الزوجة بالطمأنينة والهدوء النفسي، فتسكن روحه وتهدأ وتنمو المحبة والمودة، فينعكس على جو الأسرة. السؤال السادس: كيف يبرهن الرجل في أسرته على أخلاقه وإيمانه ورجولته؟ الجواب: 1- رعايته وحنوه وعطفه على زوجته وكفالتها ماديا ومعنويا. 2- معاملتها بمنتهى الخلق والصبر والود والحنان والاحترام والمؤازرة والمعروف.
سؤال السابع، كيف تبرهن المرأة في أسرتها على أخلاقها وإيمانها وصلاحها؟ الجواب، 1- الحرص على تحصين زوجها وكسبه وإسعاده بخدمة بيتها. 2- احترام الزوج وطاعته في المعروف. 3- معاضدته في كل ما هو خير وحفظ ماله وعرضه. 4- أن تسعى لتخفيف أعباء الحياة عنه. السؤال الثامن، لماذا يحذر الإسلام من الخلاف والشقاق داخل الأسرة؟ الجواب، لأن الخلاف والشقاق يؤدي إلى سوء الخلق الذي يهدد كيان الأسرة، ويحذر أشد التحذير من الطلاق وما يجره من ويلات ومتاعب على الزوجية والأبناء وعلى المجتمع. فالطلاق وإن كان حلالا لكنه أبغض الحلال إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقد نفر الإسلام من الطلاق إلا للضرورة القصوى التي لا ينفع معها إصلاح ذات البين. الصفحة 119. السؤال التاسع، ما هو خير رفيق في العمر؟ الجواب، المرأة الصالحة خير ما في العمر من رفقة، لأن صلاح المرأة في إسلامها وطاعتها لأوامر الله تعالى، وبهذا تكون خير رفيق للزوج وخير أم وأخت وخير إنسان. أبرز ما يرشد إليه الحديث الشريف، 1- الإيمان بالله ينعكس من اعتقاد وشعور ذاتي في الإنسان المؤمن إلى تطبيق عملي في أقواله وأفعاله، وليس الإيمان ادعاء ولا هو بالمظاهر الخارجية فقط، بل هو بالإيمان الذي يكون على أساس كل فضيلة. 2- الإسلام دين الخلق والأخلاق، لذلك دعانا ديننا إلى الالتزام بالأخلاق في كل مناسبة، فالإيمان والأخلاق صنوان متفقان لا يفترقان، أما الإيمان وسوء الخلق فهم ضدان لا يجتمعان. 3- الواجب على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات ووسائل الإعلام الالتفات إلى غرس الخلق القويم في النشأ ويعير التربية الأخلاقية اهتماما كبيرا، فالخلق الحسن منبع أعمال الخير في الفرد والجماعة. 4- الإثم قبيح وعواقبه وخيمة، فعلى الأمة أن تتعاون في القضاء عليه أينما وجد وفي أي شكل كان، وأن تزرع الإيمان في النفوس، فهو الكفيل في القضاء عليه ومحوه. 5- رعاية المرأة عموما والزوجة خصوصا والحنو عليها واجب مقدس على المسلم، وهذه الرعاية هي أساس المفاضلة في الحديث. 6- يقف الإسلام من المرأة موقف الاعتزاز بها والتقدير لمواهبها من رعايته لطبيعتها وما يناسبها من مجالات العمل، فهي نصف المجتمع ولا غنى عنها. ومن الخير المرأة أن تراعي روح الإسلام في توجهها إلى الميادين التي تبرز فيها ومواهبها. أسئلة المناقشة، 1- ما البرهان على الإيمان وصحته وكماله؟ جوابه في السؤال الأول صفحة 117. 2- لماذا أكد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوصية بالمرأة في مناسبات عديدة؟ جوابه في السؤال الخامس صفحة 118. 3- بماذا يوصينا الله تعالى بالآية الكريمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون؟ جوابه في السؤال الثالث صفحة 117. صفحة 120. الدرس الرابع من الأبحاث، التسامح والتعايش السلمي. السؤال الأول، ما مفهوم التسامح لغة واصطلاحا؟ الجواب، السماحة هي الجود، وسمح به أي جهد به، والمسامحة هي المساهلة، وتسامحوا أي تساهلوا، وهو قريب من الصفح والعفو. قال تعالى، فاصفح الصفح الجميل. والتسامح في الاصطلاح احترام حرية الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وأرائه السياسية والدينية، وهو قبول أراء الآخرين وسلوكهم على مبدأ الاختلاف. السؤال الثاني، لماذا دعا الإسلام إلى التسامح؟ جوابه، لأنه خلق إنساني أصيل. 2- لأنه يحفظ تماسك الأوطان والمجتمعات وينشر الأمن والطمأنينة فيهما. 3- يرفع الحرج في العلاقات بين الناس. 4- يجعل الإنسان يترفع عن الكره والبغضاء وروح الثأر والانتقام. سؤال ثالث، لماذا يكره الإسلام روح الثأر والانتقام؟ أو لماذا يدعو الله تعالى إلى العفو والتسامح ونسيان الأحقاد؟ جوابه، 1- لأن صفات تفسد الحياة البشرية على الأرض وتدمرها. 2- لأنها تقطع سبل التفاهم والتعاون بين الناس. السؤال الرابع، ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في مصافحة أعدائه الذين حاربوا، ما هو؟ جواب، عندما نصر الله على أعدائه يوم فتح مكة، قال لقريش في حوار نموذجي، ما تظنون إني فاعل بكم؟ قالوا، خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم.
فقال صلى الله عليه وسلم: أقول لكم كما قال أخي يوسف لأخوته: لا تثريب فعليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هي المبادئ السامية التي وضعها الإسلام لتقوم عليه العلاقات الإنسانية. السؤال الخامس: كيف تكون الدول والمجتمعات إذا أخذت المبادئ السامية للتسامح؟ صفحة 121. الجواب: عندئذ يدور الحوار في ضوئها أيا كان نوعه وموضوعه وغايته. عندئذ تكون هذه الدول والمجتمعات قد خطت الخطوة الصحيحة في حل المشكلات وتحقيق التعاون فيما بينها، مصداقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السؤال السادس: ماذا على الإنسان إن كان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وما الدليل على ذلك؟ الجواب: عليه أن يلتزم بتعاليم الإسلام السامية في التعامل، وهي: 1- نبذ العنف والغلظة. 2- احترام إنسانية الآخرين في تعامله معهم. 3- احترام عقيدة الآخرين وحقهم في اختيار انتمائهم. قال تعالى: لا إكراه في الدين. 4- العرق الإنساني ينبع من أصل واحد، فكلكم من آدم وآدم من تراب، وقوله تعالى: وقد كرمنا بني آدم. السؤال السابع: ضرب أهل البيت عليهم السلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة يبينون فيهما خلق الإنسان الرفيع في التسامح والرحمة والإنسان المكرم لإنسانيته، اذكر بعضها. الجواب: 1- قال الإمام علي عليه السلام وهو يوصي مالك بن الأشتر وليه على مصر التي كان يكثر فيها أهل الذمة من النصارى، فيقول: واشعر قلبك بالرحمة والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاربا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. 2- ما أعطى عمر رضي الله عنه أهل إيليا وأهل القدس أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنسائهم وصلبانهم، وإنهم لا يضطهدون بسبب نصرانيتهم ولا يضار أحد منهم، ومن أحب من أهل مصر أن يسيروا بأنفسهم وأموالهم إلى الروم ويخلوا بيعهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبانهم حتى يبلغوا مأمنهم. السؤال الثامن: أين نجد التسامح والتعايش السلمي بين الأديان؟ استدل بدليل شرعي واضرب أمثلة على ذلك. الجواب: 1- نجده قد تجلى في مختلف آداب الأديان السماوية والأديان والمعتقدات الوضعية. 2- لا يجوز أن يفهم هذا التسامح لأنه انفلات وذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا توافق جوهر الإسلام. 3- فالتسامح والإسلام هما مفهوم واحد بوجهين متشابهين. 4- وحين يلتزم المجتمع قيم الإسلام تسود حالة الانسجام والتعاون والتعايش بين التوجهات والانتماءات عرقيا أو دينيا أو مذهبيا، وسلوك الأئمة والفقهاء والمصلحين في الأمة الإسلامية قائم على أساس احترام التعددية والتنوع في المذاهب. أمثلة على ذلك: 1- الإمام جعفر الصادق عليه السلام بأمر تلاميذته عند إفتائهم للناس بأن لا يتجاهل آراء المذاهب الأخرى، فقد قال لتلميذه: إيان بن تغلب انظر ما علمت إنه من قولهم أخبرهم بذلك. 2- إن الإمام أبا حنيفة النعمان قد تلمذ على يدي الإمام جعفر الصادق لعامين، وقال في هذا: لولا السنتان لهلك النعمان، ما يدل على الاحترام والتفاهم والقوام بين أئمة المذاهب الإسلامية. السؤال التاسع: ما هو خطر التطرف والتكفير على وطننا العراق؟ وكيف سعى أعداء الدين إلى ذلك؟ وماذا فعلوا؟ الجواب: هو الفتنة الطائفية التي سعى أعداء الدين إلى بثها بين المسلمين الذين يشهدون على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتوجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة، وهم أبناء مجتمع واحد جمعتهم العلاقات الحميمية وجمعتهم المصاهرة والنسب. وكيف سعى أعداء الدين إلى هذه الفتنة؟ وذلك لأنه تقف خلفهم سياسات وغايات إقليمية واستعمارية. وماذا فعلوا؟ 1- قتل أبناء الشعب بأيدي ضعاف النفوس والجهلة والمرتزقة. 2- بث الفكر التكفير البعيد جدا عن قيم الإسلام. 3- تكفير من لا ينتمي إلى الإسلام كالمسيحيين وغيرهم. 4- تكفير المسلمين ما لا ينتمون إلى طائفته. 5- تكفير جميع من يخالف في الرأي من أبناء مذهب باتهام بالردة والتخاذل. السؤال العاشر، صفحة 122:
ماذا تنتج عن خطر التطرف والتكفير من أثر في مجتمعنا؟ الجواب: واحد، تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين وإظهار دين إرهاب وقتل واستباحة للحرمات، فقتلوا واغتصبوا الحقوق وانتهكوا الأعراض حتى أصبح غير المسلمين ينظرون لكل مسلم بأنه إرهابي متخلف وقاتل، في حين أن الإسلام جاء رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلم ولسانه ويده. وكلمة الناس تعني جميع الناس الاستثناء. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وكلمة الناس تعني جميع الناس بالاستثناء. 2، استباحة الحرمات وانتشار العنف والقتل والدمار وهدم المؤسسات. 3، فقدان الأمن والطمأنينة وتهجير الأسر الآمنة وانهيار المجتمعات واستباحة الأوطان. سؤال 11، صفحة 123، ماذا يجب علينا فعله أمام ما حدث عندنا من مصائب جلبها الفكر التكفيري والتطرف؟ الجواب: رفض العنف والتطرف والفكر التكفيري، والرفض يجب أن ينبع من داخل الأفراد أنفسهم في المستوى الأول، لأن سعي الحكومات لم يفي بالغاية، وهذا يتطلب وجود إيمان كبير من الأفراد برفض العنف. سؤال 13، ما السبب الذي يدخل المجتمع في نفق الصراع الداخلي الذي ينتهي بحرب أهلية؟ الجواب هو حالة العداء والصراع الذي يتحصن به اتباع كل مذهب، ويحبؤون أفرادهم تجاه المذهب الآخر، وتزداد حالة التشنج والعداء، وتحصل القطيعة والتنافر، وتضطهد كل جهة الجهة الأخرى التي تستعمل بدورها للدفاع عن نفسها والانتقام من الطرف الآخر. سؤال 13، هذا سؤال له عدة صيغ وجوابه واحد. الصيغة الأولى: كيف ترتقي مجتمعاتنا إلى مستوى التسامح والتعايش الحضاري؟ الصيغة الثانية: كيف تتسامع العوامل الخلاف والتمزق والتنافر؟ الصيغة الثالثة: كيف يكون تنوعنا وعدد انتماءاتنا إثراء لتجاربنا وإنضاجا لآرائنا؟ الصيغة الرابعة: كيف تحقق الوحدة الإسلامية لكل مجتمع في بلاد المسلمين على مستوى الأمة؟ جوابهم: إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والجميع هم: 1، الحكام في البلاد الإسلامية يتحملون المسؤولية الأولى في توحيد شعوبهم وتوفير أجواء التعايش والانسجام بينهم على أساس الحق والعدل ومنع أي تمييز قومي أو طائفي. 2، علماء الدين ينتظر منهم القيام بأهم دور في الدعوة إلى الوحدة والوئام وتحذير الناس من النعرات القومية والفتن الطائفية، ولا يجوز لعالم الدين أن يقوم بإذكاء روح التعصب المذهبي. وفي هذا يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فلا تخاصموا الناس لدينكم، فإن المخاصمة ممرضة للقلب. 3، رجال الفكر والإعلام، فعليهم أن يوجهوا أقلامهم وجهودهم لإشاعة روح التسامح والتقارب ومحاربة توجهات تشدد التطرف التي يغذيها الأعداء، وأن لا يكونوا أدوات لهم. 4، كل مواطن واع يجب عليه تحمل مسؤوليته في صنع الوحدة الوطنية الإسلامية والإنسانية بسلوكه القويم وتعامله السليم مع إخوانه من أبناء البلد. صفحة 124. سؤال 14، ما مفهوم التسامح ضمنيا؟ الجواب: إن مفهوم التسامح يمثل جوهر مفهوم حقوق الإنسان ومنطلقة، فالتسامح هو المشهد الإنساني الذي يغيب فيه مظاهر العنف وتعلو فيه قيم الإنسان. يعني أننا أمام مفهومين يتنافيان تماما، فالتسامح يعني غياب العنف والتعصب، والتعصب يعني غياب التسامح والسلام. سؤال 15، ماذا تعني تطبيق التسامح؟ جواب: ضرورة الاعتراف بأن لكل واحد حق في حرية اختيار معتقداته والقبول بأن يتمتع الآخر بنفس الحق. 2، أن لا أحد يفرض آراءه على الآخرين، فالتسامح يعني احترام مشاعر الآخرين، أي معاملة الآخرين بوصفهم بشرا بصرف النظر على ألوانهم وانتماءاتهم الدينية. سؤال 16، من الذي ينافي مبدأ التسامح ويكون عكسه؟ الجواب هو التعصب والعنصرية والعرقية والعدوان. سؤال 17، ما هي مهمة التسامح؟ جوابه هي تأمين التعايش المشترك مع وجود التباين والاختلاف، ومن ثم الحفاظ عليها وحماية ما تنطوي عليه من قيم أساسية للوجود الإنساني. فالفرد الذي يكون علاقة سليمة مع الآخر خالية من كل أنواع التهديد والعنف، يجد نفسه في حالة سلم وسلام مع ذاته وكيانه.
سؤال 18، ماذا يجب على الإنسان أن يؤسس من علاقات ولماذا؟ الجواب، الإنسان عندما يريد أن يحظى باحترام الآخر يجب عليه أن يبادر الاحترام في البداية، فنحن نحترم الآخرين. سؤال 19، كيف نعلم كيف نتعلم من التعايش المشترك وما الذي نسعى إليه ويريده الجميع؟ الجواب، 1، أن ندرك حرمة الإنسان ونحترمه. قال تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. 2، نريد أن يحترم بعضنا بعضا ونريد ضمان الحقوق والحريات للمجتمع. 3، نريد أن نحيا على وفق منهج القيم العليا من الرحمة والمحبة. 2، نريد أن يحترم بعضنا بعضا ونريد ضمان الحقوق والحريات للجميع. 3، نريد أن نحيا على وفق منهج القيم العليا من الرحمة والمحبة والتعاون والسلام الذي دعا إليه الإسلام وكل الأديان. صفحة 125. 4، علينا أن نفهم أن حساب الناس على دينهم وانتمائهم يعود لله تعالى. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. 5، أن نسعى إلى بناء مستقبل باسم العيش في بلد آمن مزدهر. 6، نريد لشبابنا حياة آمنة سليمة من التطرف والغلو فيضمنوا بذلك أمنهم وسلامتهم وسعادتهم، وهذا لا يتم إلا إذا عم تسامح بيننا. سؤال 20، كيف نجعل الشباب يميزون بين الحق والباطل وبماذا ننصحهم؟ الجواب، 1، عدم الانحراف خلف الادعاءات المغرضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. 2، علينا أن ندرك أننا جميعا في قارب واحد، فمن يسعى إلى إغراقه يكون قد غرق هو أيضا. 3، يجب الحذر من كل فكر يدس السم بالعسل مما لا ترضاه لنفسك فيجب أن لا ترضاه لغيرك، فديننا دين محبة وسلام. 4، يجب احترام خصوصية الآخرين، وقد أدبنا ديننا احترام الخصوصية الشخصية في أبسط الأمور، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أسئلة مناقشة، 1، استشهد من وقائع التاريخ الإسلامي بشواهد على عمق مفهوم التسامح في الإسلام. جوابه في سؤال 7 صفحة 121. 2، كيف ثبتت الحاجة إلى التعايش والتسامح؟ جوابه في سؤال 8 النقطة الرابعة صفحة 121. 3، ما الآثار التي يخلفها العنف والتطرف؟ جوابه في السؤال 9 في عنوان ماذا فعلوا؟ صفحة 122. 4، ما مفهوم التسامح؟ جوابه في السؤال 14 صفحة 124. صفحة 126، التهذيب، الدرس الخامس بعنوان القناعة. السؤال الأول، ما هي القناعة وماذا يحدث للإنسان إذا غابت القناعة عنه؟ الجواب، القناعة هي الرضا بما قسم الله والتعفف وترك السؤال، وهي صفة كريمة تعرب عن عزة النفس وكرم الأخلاق. ومن أسباب شقاء الإنسان إذا غابت عنه القناعة يحدث له 1، لا يرضيه طعام ولا لباس ولا مساكن إذ يريدون الزيادة، وذلك لأن أبصارهم وبصائرهم تنظر إلى من هم فوقهم في أمور دنياهم ولا تبصر إلى من هو تحتهم فيزدريون نعم الله عليهم. 2، لا تتحقق لهم السعادة إلا إذا أصبحوا أعلى الناس، وهذا محال لأن كل إنسان إن كملت له أشياء قصرت عنه أشياء، وإن علا بأمور سفلت به أمور أخرى، لأن الكمال لله وحده وليس لأحد من خلقه كائنا من يكون. السؤال الثاني، ما هي الآيات التي قال بعض المفسرين أنها تدل على القناعة؟ الجواب، 1، قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قالوا أن المراد بحياة طيبة هي القناعة في الدنيا. 2، قال تعالى ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قالوا يعني القناعة. 3، قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قالوا النعيم هي القناعة في الدنيا. 4، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القناعة كنز لا يفنى. سؤال الثالث، اكتب حديثا شريفا يدل على القناعة التي نعيشها يوميا وبين معناه. الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه
عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي أن أصبح ينعم بالأمن في دياره، ويشعر بصحة في بدنه، ولديه طعام يومه، وقد جمع خير الدنيا كلها. فإن الإنسان قد تتوافر له نعم في ظاهرها تافهة لا يشعر بها، ولكنها في باطنها خير جزيل. صفحة 127، قال أحد الشعراء: أفادتني القناعة كل عز، وهل شيء أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تنل عزا وتغنى عن لئيم، وترحل للجنان بصبر ساعة. السؤال الرابع: هل القناعة تمنع التاجر من تنمية تجارته؟ وما الذي ينافيها؟ الجواب: كلا، لا تمنعه من تنمية تجارته، ولا أن يسعى المسلم في الأرض بطلب رزقه، ولا أن يسعى المرء فيما يعود عليه بالنفع، فهذا كله مطلوب ومرغوب. أما الذي ينافي القناعة هو: 1- أن يعش التاجر في تجارته، أن يغش التاجر في تجارته. 2- أن يتسخط الموظف من مرتبه. 3- أن يتبرم العامل من مهنته. 4- أن ينافق المسؤول من أجل منصبه. 5- وأن يتنازل الداعي عن دعوته، أو يبيع مبدأ ورغبة في مال أو جاه. 6- أن يحسد الأخ أخاه على نعمته. 7- أن يذل المرء نفسه لغير الله للحصول على شيء. السؤال الخامس: من هو غير القانع؟ الجواب: 1- الذي يشكو خالقه ورازقه إلى الخلق. 2- الذي يتطلع إلى ما ليس له. 3- الذي يغضب إذا لم يبلغ ما تمنى من رتب الدنيا، لأن الخير له قد يكون عكس ما تمنى. السؤال السادس: ما الذي تريده القناعة، وما الذي لا تريده؟ جواب: الذي تريده القناعة أن يبقى المال الذي تمسكه في يديك حتى ولو كان الملايين. أما الذي لا تريده القناعة فهو أن يدخل هذا المال إلى قلبك، ويملك عليك نفسك، عندئذ يمنع من إعطاء حق الله، ويمنع حق المحتاجين، ويتكاسل في الطاعات من أجلها، ويرتكب المحرمات. السؤال السابع: ما هي فوائد القناعة؟ الجواب: 1- امتلاء القلب بالإيمان بالله والثقة به والرضا بما قدر وقسم، لأن قوة اليقين عنده جعلته يؤمن بأن الله تعالى قد ضمن أرزاق العباد ولو كان لا يملك شيئا. 2- شكر الله على نعمه، فمن قنع برزقه فقد شكر الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. ومن يسخط من رزقه فإنما هو يسخط من رازقه. قال بعض الناس لرجل يشكو ضيفا في رزقه: شكوت من يرحمك إلى ما لا يرحمك، إلى من لا يرحمك. 3- الفلاح والبشرى لمن قنع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. صفحة 128، أربعة: الوقاية من الذنوب التي تفتك بالقلب وتذهب الحسنات، كالحسد والغيبة والنميمة والكذب وغيرها. وأن ما يدفع الإنسان للوقوع في الكبائر هو الطمع في الدنيا، فإذا قنع برزقه لا يحتاج إلى ذلك الإثم. قال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع. 5- حقيقة الغنى في القناعة، لذا رزقها الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووجدك، قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وذهب بعض المفسرين أن الله تعالى جمع لرسوله الكريم الغنائين: غنى القلب وغنى المال، عائلا بما يسر الله من تجارة خديجة وفتح خيبر. قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، وتلك حقيقة لا رمزية فيها. فكم من غني عنده من المال ما يكفيه وولده، يخاطر بدينه وصحته من أجل المزيد، وكم من فقير يرى أنه أغنى الناس وهو لا يجد قوت يومه، وهو لا يجد قوت غده. فالعلة في القلب رضا وجزعا واتساعا وضيقا، وليست في الفقر والغنى. قيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ فقال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك.
إن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لا يغنيك. 6. العز في القناعة والذل في الطمع، ذلك أن القانع لا يحتاج إلى الناس فيظل عزيزا والطماع يذل نفسه من أجل المزيد. قال صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر بما فيها يكفيه، ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه. فالسيادة والرفعة لا يحصلها المرء إلا إذا استغنى عن الناس. السؤال 8: ما هي قناعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وأقوأهم ثقة بالله وأكثرهم قناعة ورضا بالقليل وأكرمهم يدا ونفسا. رفض الدنيا بعد أن عرضت عليه وأباها بعد أن منحها، وما أعطاه الله من المال سلطة على هلكته في الحق، وعصب على بطنه بالحجارة من الجوع. قال صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهب، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. السؤال 9: ما السبيل إلى القناعة؟ جوابه: بنو آدم مفطورون على حب التملك، ولذلك التزام القناعة، فمن كان غني القلب شعر بالسعادة وإن كان فقير المال وبالعكس. صفحة 129. 2: اليقين بأن الرزق مكتوب منذ أن كان الإنسان في رحم أمه، والعبد مأمور بالسعي والاكتساب. 3: تدبر آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن قضية الرزق، منه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ومنها: وإن يردك بخير فلا راد لفضله ويصيب به من يشاء من عباده، ومنها: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومنها: سيجعل الله بعد عسر يسرا. 4: معرفة حكمة الله تعالى في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد حتى تحصل عمارة الأرض ويتبادل الناس المنافع والتجارات ويخدم بعضهم بعضا. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقوله: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. 5: أن نسأل الله تعالى أن يرزقنا القناعة والإلحاح بالدعاء في ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الناس قناعة وإيمانا يسأل ربه القناعة، فيسأل الله الكفاف من العيش. 6: العلم بأن الرزق لا يخضع لمقاييس البشر من قوة الذكاء وكثرة الحركة، وإن كانت أسبابا إلى أن الرزق ليس معلقا بها بالضرورة، وهذا يجعل العبد أكثر قناعة عندما يرى منه أقل منه خبرة وذكاء أكثر منه رزقا، فلا يحسده ولا يتبرم من رزقه. 7: وجوب النظر إلى من هو أقل منه في أمور الدنيا وعدم النظر إلى من هو فوق فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من فوقه في المال والحسب فلينظر إلى من هو دونه في المال والحسب. فإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقر منك، وإن كنت مريضا ففي الناس من هما أكثر منك مرضا، فلا ترفع رأسك لترى من هم فوقك، بل أخفض لترى من هم تحتك. 8: الاقتداء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومعرفة أحوالهم مع الدنيا، فإن معرفة أحوالهم وكيف كانت حياتهم ومعيشتهم تحقق للعبد التأسي بهم وترغبه في الآخرة. 9: العلم بأن عاقبة الغنى شر ووبال على صاحبه إذا لم يكن مشروعا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. فمشكلة المال والحساب عليه تأتي من جهتين، هما جهة الاكتساب وجهة الإنفاق، وهذا ما يجعل تبعته عظيمة وعاقبته وخيمة إلا من اتقى الله فيه وراعى حدود الله في اكتسابه وإنفاقه. وليتفكر أنه كلما تخفف من هذا المال كان حسابه أيسر وأسرع. الصفحة 130: ولتفكر إلى من كان المال سببا في شقائه وأمراضه وهمومه،
فهو يتعب فيجمعه ثم يحمل هما كبيرا في الحفاظ عليه، وليتفكر ماذا يحدث له إذا خسر ماله أو إذا أقل من منصبه، وكم من شخص كان ذلك سببا في هلاكه. 10. النظر في التفاوت اليسير بين الغني والفقير، فالغني لا ينتفع إلا بالقليل من ماله الذي يسد حاجته، وما فضل فليس له إلا وإن كان يملكه. وبعبارة أوضح، هل يستطيع الغني أن يشتري 100 وجبة طعام فيأكلها في وقت واحد، أو 100 ثوب فيلبسها في آن واحد، أو 100 سيارة أو 100 دار كلها يستخدمها في آن واحد؟ كلا، بل له من الطعام 3 وجبات مثل الفقير، وكذلك من اللباس، وكذلك من الأرض إلا مترا أو مترين مثل بقية الناس. فعلى ما يحسد، وهو سيحاسب على كل ما يملكه. فما أجمل القناعة، ولو تحلى بها الناس لزالت الضغائن والأحقد وحلت الألفة والمودة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أجوبة المناقشة: السؤال الأول، ما تفسير العلماء للحياة الطيبة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ جواب في السؤال الثاني، صفحة 126. 2. اذكر حديثا نبويا شريفا يحث على القناعة. جوابه في السؤال السابع، النقطة 2 و3، والحديث صفحة 127. 3. هل تعارض القناعة السعي، وما الذي يعارضها؟ جوابها في السؤال الرابع، صفحة 127. 4. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، ما المراد بهذه القناعة؟ جوابه في السؤال الثالث، صفحة 126. 5. ما السبيل للقناعة؟ جوابه في السؤال التاسع، صفحة 128. 6. ما فوائد القناعة؟ جوابه في السؤال السابع، صفحة 127. تم بحمد الله وبالتوفيق.